بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة بنصور كسر الرخام. أول حاجة كسر الرخام بيجي بننخله الأول كده على المنخل، دي يعني المادة الخام، الكسر نفسه هو ده بيتنخل على المنخل زي ما انتم شايفين كده علشان نشيل منه العفرة والتراب. كسر الرخام ده بيستخدم في الواجهات. بعد كده بنعجن المادة زي الأسمنت الأبيض. مورا ميكس لياسة كسر الرخام، بنعجنها كده في قلب البراويطة، نحط مية طبعا وبنقلب، وبعدين بنعبيها في سطول كده وبناخدها على السقالة ونشتغل. دلوقتي دي طريقة عجن دي يعني ازاي بيعجن شكارة الكسر الخلطة. خلطة سوا فيسبوك. لا بعد كده بنفرد المادة. زي ما انتم شايفين واحد بيعملها بالمسطرين والتاني ورا منه بالمحارة. والتالت ورا منه بالقدة. بعد كده بكسر الرخام وبالمحارة اللي هي البودرة اللي احنا نخلناها دي، وشيل وعلى طول وهي طرية كأنه بيلزق الكسر في قلب الياسة اللي هو عاملها، قلب المحارة اللي هو عاملها.
بعد ما فرد كسر الرخام على المحارة بينعم بقى بالمحارة عشان يغطس الحباية البارزة في قلب الخلطة. كيس الخلطة بيفرد متر، كيس الخلطة اللي بيدوبه بيفرد متر بالظبط، متر مربع بالظبط. طبعا ده مش تخصصي يعني، شغال نقاش بس انا بصورها بس للاخوه اللي عاوزين يتعلموا ازاي يعملوا كسر الرخام. هي غالبا شغله مليس او مغفئات. هما طبعا مقسمين الواجهه خطوط كده، خطوط وبيلزقوا الخلطه وبيلزقوا عليها شريط بلاستيك، وبعد كده بعد ما بيخلص بيشتغل على طول الواجهه زي ما انتم شايفين قدامكم. الارتفاع ده البلاستيك اللي هما بيلزقوه على عشان يعملوا بيه الفواصل ما بين حاجة بلاستيك، يعني حاجة خفيفة خالص، ضعيفة خالص.